اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو مهم جدا، لانه الفتره اللي فاتت ناس كتير قوي بتسالني على موضوع شراء ايفون مستعمل. فبعد الفيديو دوت نسبه 100% انت هتقرر تشتري مستعمل اولا او لا، وثانيا لو قررت انت مش هيتنصب عليك اطلاقا لو كملت الفيديو للاخر، لان هقول لك تقريبا على كل الحاجات اللي ممكن تسبب لك مشكله في جهاز الايفون المستعمل اللي انت ناوي تشتريه، ولازم تكون حذر بزياده جدا، لان السوق دوت كله نصابين. مش عايز اقول معظمه، لا هو كله نصابين، لان انا اتعاملت معاه وعشان اديك تجربه صح نزلت بنفسي اشتريت كذا جهاز يوزد، سواء ليا او حتى لحد اعرفه. فكمل كده الفيديو للاخر، اتمنى ان هو ما يكونش فيديو طويل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، في الديسكربشن انستغرام لو عندكم اي اسئله ما قلتهاش في الفيديو ممكن تسالوهاني هناك، وقولوا لي في الكومنتات ايه هي الميزانيه بتاعتك وناوي تشتري ايفون ايه. وخلينا ندخل بقى في المعمعه بتاعه الفيديو وركزوا معايا. خليني في الاول اقول لك امتى ما تشتريش ايفون مستعمل. لو انت شخص موسوس بتحب تتشكل حاجه اكتر من مره وبتفضل تشوف هل هي كانت من المصنع كده ولا هو صاحبها اللي بوظها، متهيألي انتوا فاهمين انا اقصد ايه، واكيد انتوا شفتوا اشخاص زي كده كتير. ما تجيبش مستعمل خالص، يعني شيل الفكره من دماغك، حتى لو هتدفع ضعف الموبايل جديد يبقى القصه دي مش بتاعتك. لو انت مش موسوس بس ما عندكش وقت تضيعه، لانك انت هتضطر تكلم ناس كتير قوي عارضه موبايلاتها او تروح كذا مكان وتشكل الحاجات ديت بنفسك، فبرضه مستعمل مش مناسب ليك. النقطه الاخيره، لو انت مش حابب تتعامل مع نصابين، لانه الناس تقريبا عندهم ديانه مختلفه، لانه بتلاقي حلفان كتير قوي. وانا متهيألي الكلام ده على فكره مش في مصر بس، والله ما عارف، يعني مش انا عايز اقول ان انا شفته. انا ممكن الاقي واحد حلف لي 100 قسم على حاجه واروح الاقي حاجه مختلفه تماما، وبيتفاجئ طبعا ان انا بكون عارف. واغلب اللي قابلتهم على فكره تجار وعرفوا حاجات جديد كتير في التشيك وانا بعملها، انه ممكن ياخدوا بالهم منها بعد كده. لو انت عايز تشيل الصداع ده كله عنك، ما تجيبش يوزد، وهات موبايل جديد وهتاخد ضمان وبتاع وهتبقى مستريح ومش هتتشكل حاجه مرتين. في حاله انت هتشتري يوزد لازم تحط البادجت بتاعتك. والله انا هشتري في فئه 9000 جنيه، فاكتب كده والله انا هجيب موبايل، انا همشي معاك سيكونس، وعلى فكره الكلام دوت مترتب جد، فلازم تمشي بنفس السيكونس ديت وانت بتشتري. مش عايز تمشي بالسيكونس ما تجيبش يوزد وتريح دماغك. حط البادجت بتاعتك، انا هشتري موبايل في فئه 9000 جنيه، شوف الموبايل دوت واللي احدث منه، يعني شوف الايفونات كلها سعرها كام جديد، وقارن اللي انت هتدفعه بالموبايل الجديد. سي خلينا نتكلم ان انت حاطط 9000 جنيه، رايح تجيب ايفون 11 يوزد هو سعره 10 تقريبا 9.5، فانت كده تبقى بتهزر، لان انت تدفع 500 جنيه او 1000 جنيه زياده وتجيب الموبايل الجديد وتريح نفسك من العناء والشقاء دوت. فعشان كده بقول لك شوف الموبايل اللي انت عايزه ايه، وحتى كلموني على انستجرام لو في حد مش مشتت في القصه ديت. المرحلة اللي بعد كده خلاص في فرق سعر ما بين الجديد وما بين اليوزد اللي انا هشتريه، وتمام انا برضو لسه هشتري يوزد. الموبايل لو ما معهوش علبة ما تجيبوش. هتقول لي ايه الفكرة في العلبة؟ هقول لك ايه الفكرة في العلبة. انت لما بتروح اي مكان حكومي تتعامل فيه بيقول لك فين بطاقتك، لانه عشان يقدر يعرف ان الكلام اللي انت بتقوله دوت صح ولا غلط، ده حقيقي، سواء بقى على مصر هنا البطاقة وفي اي مكان تاني. يعني مكتوب اسمك، مكتوب عنوانك، مكتوب سنك، مكتوب ديانتك. البوكس بتاع الموبايل هو البطاقة بتاعه الايفون، مكتوب فيها كل حاجة عن الايفون عشان محدش يقدر يلعب في الجهاز دوت وما يبقاش مماثل للي موجود على البوكس، فاهمين؟ يعني انا ممكن اغير اي حاجة في الجهاز دوت فالبوكس يقول عكس ده، فاعرف انه في حاجة غلط، فان الجهاز دوت فيه مشكلة. عشان كده لازم يكون فيه بوكس، لازم يكون الجهاز معاه علبته. الاكسسوارز على فكرة مش مهم خالص، لانه كده كده اغلب اللي بيبيع الاجهزة ما بيديكش الاكسسوارز الاصلية سواء الشاحن او الكيبل. ولكن لو حد عنده ضمير لسه في الوقت دوت مش مشكله كبيره قوي موضوع الاكسسوارز، بس الموبايل هو الاهم والعلبه بتاعته تكون معاه. تمام. النقطه الثانيه، اتاكد انه في ريسيت مع الجهاز، وتاكد ان انت بتشتريه من الشخص اللي هو اشتراه في الاصل، مش تاجر وبيحور عليك وبيضحك عليك في القصه ديت. في نقطه هتبقى كويسه، مش مهم، مهمه بس مش ضروريه، يعني ممكن تتغاضى عنها، ودوت هيفرق حسب الموديل اللي انت بتشتريه. لو الجهاز جاي معاه في الضمان او لسه في الضمان او مشتريه من شهور قليله، ده هيخليك مستريح شويه، لانه انت معاك ضمان وتقدر تروح بيه تريد لاين او سويتش بلس تشوف الجهاز دوت فيه اي مشكله او جاله صيانه قبل كده ولا لا. انا عايز بس حد يتطوع في الكومنتات ويكتب الكلام دوت بسيكونس صحيح، فتفاعلوا بقى في القصه ديت، وعايز اعرف رايكم برضو في الكومنتات، لانه ده هيوفر كتير قوي. ان انت لو رقم واحد ما لقيتهاش فما تتفاوضش مع الشخص اللي انت تروح له اصلا، يعني جهاز من غير علبه خلاص ما تكلمش صاحبه، شوف حاجه تانية بعلبه. النقطه اللي بعد كده ان انت تمسك الموبايل في ايدك وتشوف حالته، لو هو كويس من بره هيبقى كويس من جوه بنسبه كبيره. دي نقطة مهمة جدا، ما تلاقيش جهاز متخبط ومتكسر وشاشته فيها مشكلة وتقول على فكرة ده ممكن يبقى التشيبسيت بتاعته كويس، مفيش الكلام ده. طالما الجهاز متهان من بره وشكله سيء من بره ومتبهدل ما تحاولش كتير، سيبه، وده هيبان على فكرة من الصور اللي بينزلها الشخص اللي بيبيعه، سيبه وشوف حاجة شكلها كويس من بره.
طيب عدينا بالمراحل ديت، نروح لأهم حاجتين هتعملهم. في حاجة اسمها اي كلاود او الابل اي دي، هو الاصح بتاعها ابل اي دي، وديت ببساطة انه الجهاز معمول له لوك او مرتبط بالشخص بتاعه، فانت عايز تفك اللوك دوت عشان ممكن الشخص دوت يكون سرقه وفاكك القصة ديت على الكمبيوتر، كنت نزلت عنها فيديو قبل كده، بس ده مش موضوعنا. انت كل اللي بتعمله بتفتح السيتنج، شايفين كده مكتوب محمد مجدي، دوت الابل اي دي بتاعي، انا عايز اخرج منه، لانه لو انا بخرج منه انا محمد مجدي فانا حافظ الباسورد، والشخص التاني حافظ الباسورد بتاعه، فيبقى الجهاز ده بتاعه، مش فاكك الاي كلاود وعامل قصة كده كبيرة، فهندوس عليه لان ناس كتير قوي اشترت واتفاجئت بالقصة ديت، الجهاز مسروق. وبتنزل تحت تدوس ساين اوت، انت كده بتخرج من او بتعمل تسجيل خروج، ومش مستاهل قوي اخليها عربي لان هي خطوه بسيطه، السيتنج وبتدوس على اسم الاكونت وتسجيل خروج او ساين اوت. بعد ما تعمل كده بتنزل على جنرال او عام، وبتنزل تحت على ترانسفير والريسيت ايفون، بتدوس عليها وبتدوس على اريز اول كونتنت اند سيتنجز، بتدوس عليها وبتقول له كونتينيو، بيطلب منك الباسكود بتاع الجهاز، يبقى انت كده الجهاز رجع كأنه لسه مفتوح من العلب، تقدر تستخدمه بكل اريحية بدون ما ترجع لصاحب الجهاز تاني. نروح بقى لأول سيكشن في الفحص وهو الشاشة. لو حد صاحبك معاه ايفون او انت شخصيا معاك ايفون، خده معاك عشان يبقى ريفرنس ليك، تشوف الالوان متشابهة نفس اللوك، عادة يعني بتبقى كل الاجهزة واحد، فده يبقى ريفرنس كويس ليك. خلاص تمام. لو انت هتشتري اجهزة من اول الايفون اكس في منازل X8 بلس 8 7 كلام دوت، في حاجة اسمها 3D Touch عشان الخلايا جابت عثيه. 3D Touch ديت ان انت تقدر تستخدم التاتش بكذا ضغطة، الجهاز بيبقى ريسبونس معك للبريشر اللي الضغطة بتاعتك على الشاشة. خلينا نجرب ال 3D Touch في جهاز فيه 3D Touch، لانه مش موجود في 13 برو على فكرة. زي ما قلت لكم يعني هتكتب اي تكست، هتفضل دايس على الكيبورد على اي زرار وتتحرك، هتلاقيه بيتحرك معاك، وانت لسه دايس تروح جاي دايس اقوى، يروح جاي عامل سيلكت كده، يبقى الشاشه ديت اصليه. وغالبا لغايه دلوقتي ما عرفوش يضربوا ال 3 دي تاتش، يعني دي اكتر حاجه مش عارفين الفنيين يضربوها، فبقى انت كده مطمن. بعد كده بقى في اي جهاز سواء بقى الاحدث او الاقدم، بتنزل الكنترول سنتر وتدوس دوسه مطوله هنا، هتلاقي حاجه اسمها ترو تون، اتاكد ان هي موجوده وشغاله. ده برضو هي بتتضرب، يعني مش هقول لك ان هي ما بتتضربش، بيعملوا كلابريشن وبيضربوها، بس يعني بتجرب وهنمشي معاك لغايه لما توصل 100% اللي انت مطمن انه الجهاز تمام. حاجه ملهاش علاقه شويه بالشاشه بس لازقه فيها، وهي الفيس اي دي او التاتش اي دي، اللي هو زرار البصمه او بصمه الوجه. تجرب ديت وتجرب ديت بكذا صباع وتشوف الدنيا معاك، بس مش بكذا وش بقى، هو هيبقى نفس وشك، وتشوف شغال كويس ولا لا او اكيوريت ولا لا. انت حرفيا بس عشان الناس تكون مستوعبه، انت بتجرب كل حاجه في الجهاز شغاله ولا لا، لان دوت هيثبت انه الجهاز تمام ولا لا، او كل حاجه انت بتعملها بشكل يومي. نيجي بقى للكاميرات، هتمسك الكاميرات بتاعت الجهاز كلها تصور بيها فيديو، وتتاكد ان كل الفيديوهات اللي انت طلعتها من كل كاميرا ديت السيلفي او الكاميرتين اللي ورا فيهم صوت، وكمان بتجرب الفويس ميمو او التسجيل الصوتي بتاع الجهاز نفسه عشان تتاكد ان كل المايكات اللي في الجهاز شغاله بشكل سليم، وكمان الكاميرات نفسها شغاله. النقطه الثانيه ممكن تجربها في التصوير او لوحدها، ان انت تنزل الكنترول سنتر وتجرب الفلاش بتاع الجهاز. في حاجه نسيت اقولها، وانت بتطلع الشريحه حط فيها خط واعمل منه مكالمه طويله دقيقتين 3 دقايق عشان تقدر تشوف ان الموبايل ده فيه مشكله في الشبكه بيسقط او كده ولا لا، وحاول كمان تفتح نت منه 4G عشان تشوف التصفح بتاعه كويس ولا لا. لو حد حاسس ان هو متضايق بسبب الخطوات الكتير ديت، ما تجيبش يوزد، الموضوع في ايدك. طب يا شباب معلش انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه اكتشفتها وانا بعمل المونتاج، حاجتين مهمين. لازم تتاكد انه السبيكر شغال سواء اللي فوق او اللي تحت، ودوت عن طريق ان انت تفتح السيتنج وتكتب كلمه مونو وتوديها ليفت وتجرب الصوت، وتوديها رايت وتجرب الصوت، وتخليها في النص وتشوف الاثنين شغالين ولا لا. والحاجه الثانيه ان انت تشيل السيم تري او اللي هو البيت بتاع الشرايح وتنفخ فيه الموبايل وتشوف هل هو بينفس ولا لا. لو انت عملت كل الحاجات ديت فانت بنسبه 90% الجهاز اللي معاك كويس، وطبعا هيبقى اسهل ان انت لو بتشتري من حد تعرف او بتاخد عليه ضمان من اي محل كبير، بس هتضطر تدفع فلوس زياده. الخطوه اللي بعد كده في حاجه اسمها 3U Tools، ودوت برنامج على الكمبيوتر على اللابتوب بتوصل فيه جهاز الايفون بتاعك، فبيقول لك الحاجات اللي متغيره، الجهاز ده مغير بطاريه، الجهاز ده مغير شاشه، الجهاز ده فيه مشكله مش عارف في ايه. بتتضرب، ولكن زي ما بقول انت كل شويه بتعلى بليفل ان انت تبقى مطمن اكتر، مش معقول بعد كل الحاجات ديت الشخص هيبوظ الدنيا في الاخر، فاهمني؟ فبتعمل كونكت وبتفتحه وبيعمل لك الريبورت ده فري تماما وسهل جدا، هبقى حاطه لكم على الشاشه. بس كده احنا خلصنا كل الفحص بتاع الايفون ان هو يكون معاك، واظن ان انت لو عملت الحاجات ديت بنسبه
95% الجهاز بتاعك هيبقى تمام ومفيش فيه اي مشكله خالص. في 5% لو الشخص دوت بقى محترف جدا وقادر يغير في الكالبريشن بتاع تغيير الشاشه وقادر يغير كمان في الموبايل على 3 تولز، لان هم بيعملوا الخطوه ديت عشان انت تبقى مطمن. ففي الحاله ديت هيبقى حظك هو اللي وحش بقى، لانه 95% انا ما اقدرش اعلي النسبه عن كده خالص. النسبه ممكن تعلى عن كده لو الشخص اللي انت بتشتري منه اداك ضمان، وانت طبعا انا بقول لك سوق كله نصابين، فما ما اظنش انه حد هيديك ضمان يعني ويبقى صادق. اتمنى اكون قلت كل حاجه عايز اقولها في الفيديو دوت. لو اي حد شاكك انه، لانه الموضوع دوت انا عارف انه ممكن يعمل لي ازعاج كتير انه نصابين ومش عارف ايه، وما ينفعش تقول على كل الناس اللي مش عارف ايه نصابين، انا عايزك تنزل، الصوت ده بس مزعج قوي اللي في الخلفيه، انا عايزك تنزل عند اي محل انت تختاره جنبك، قول له انا عايز شاحن ايفون اصلي، هتلاقيه مطلع لك شاحن ومديهولك اصلي. مفيش اصلا شاحن اصلي بيتباع في المحلات، الشواحن الاصليه بتتباع في تريد لاين وسويتش بلس. فمش مش نصابين بس، لا دول كدابين وكل اللي عبر فيهم. وموضوع الشواحن دوت بقى نعمله فيديو لوحده يعني، ممكن تقلب في القناه تلاقيه. مفيش مصداقيه خالص في السوق دوت، فلازم تبقى حذر. وانا متهيألي انت لو طبقت اللي حاصل في الفيديو هتقدر تجيب موبايل كويس. مستني اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.